ايديها وحاول ان يجذبها اليه. دي قصه بسنت مع اوبر او كريم. اوبر ده اوبر. طيب احنا معانا ايد مداخلات ولا مفيش؟ شاب يبتز خطيبته السابقه بنشر صورة على الفيسبوك، برضو من مشاكل الفيسبوك ده، برضو من ضمن الاخلاق المنهاره. الصور جات لي في منطقه، وانا بعدي من المنطقه دي، والحقيقه الناس كلمتني وانا بعدي، وانت رايح على الطريق اللي نزلت السمان للدائري، ده طريق سياحي في بلد في العالم محترم، او يعني فيه اهتمام حكومي كده بالمناطق السياحيه، يهتم بالشارع، وبيقول لك ده هيبقى من ضمن التطوير بعدين، اللي هيبقى تطوير المنطقه كلها. طب على ما يحصل التطوير يا ساده يا كرام، ليه عاملين الطريق لمدخل الهرم قمامه؟ تحرقوا فيها جبال القمامه. السيد محافظ الجيزه، السيد في حاجه وكيل وزاره السياحه في الجيزه، اخبارك ايه؟ السيد رئيس حي الهرم، اخبارك ايه؟ السيد رئيس هيئه التجميل والنظافه في الجيزه والهرم، ده احنا عندنا مسؤولين بيقبضوا قد كده على قلوبهم علشان مشهد زي ده ما يحصلش. هتقولي الصور كده اهو، تخيلوا وانت رايح، ام اي سايح في الدنيا، ده مدخل نزله السمان وانت رايح الهرم، بيعدي بفوت سياحيه في باصات واتوبيسات وشركات، واحنا ما صدقنا انها تندع. السايح يشوف مشهد زي ده يلعن سلسفين اللحظه اللي فكر فيها يزور الهرم، لانه هيشم روائح كريهه، يقول لك دي ضد البيئه، ولو عنده بقى حساسيه في الصدر زي الوفد الصيني يعني اللي انا زعت الفيديو بتاعه قبل كده، هيندم، يقول لك لا انا اروح اسرائيل احسن، لان مش هيلاقي في اسرائيل المشهد ده للاسف الشديد. اطفال يجبرون سائقا على توقيف المترو ويجلسون على شريط القطار، دي من الصور برضو اللي عملت دوشه على السوشيال النهارده. وبعدين المترو يعلن وقف قائد القطار المصطحب لطفل في كابينه القياده.